وينضم إلينا هاتفيا من طرابلس زياد الورفلي مراسل الغد. أولا الحمد لله على سلامتك زياد، ثانيا هل من كلمة لك تود توجيهها؟ نعم، شكرا في البداية، وأحب أن أطمن الجميع على سلامتي، والحمد لله أنا بحالة جيدة وأوضاعي يعني بحالة جيدة. أشكر في البداية السيد رئيس الوزراء السيد عبد الحميد الزبيدة على وقوفه شخصيا على هذا الأمر وتدخله شخصيا في هذا الأمر وحلحلة هذا الأمر، وأيضا أشكر السيد رئيس المجلس الرئاسي الذين استقبلوني قبل حظات من الآن في مقر إقامتهم، ويعني دار حولنا الكثير من النقاش يعني وأطمأنوني للأمانة، يعني أعطوني جزء كبير من الطمأنينة، وأشكرهم جزيل الشكر على تدخلهم يعني وعلى ما قاموا به من جهد من أجل خروجي إلى ما أنا عليه الآن. طبعا أشكر كذلك كل من أنا لا أعلم من تكلم علي ومن لم يتكلم، لا أعلم ما دار حقيقة، ولكن أشكر كل من قال فيه كلمة حق، أشكر كل من يعني وقف إلى جانبي وأنا في الأسر، أشكر كل من يعني ناشد سواء منظمات ليبية أو عربية أو عالمية، أشكر الجميع وأشكر كل الجهود. أنا أعجز حقيقة عن التعبير لأني متعب قليلا، ولكن أشكر الجميع، وفي ساعات قادمة إن شاء الله يعني أظهر للعلن وأخبر الجميع بأني أنا بصحة جيدة وأني أنا يعني في ظروف ممتازة حاليا، وأشكر الجميع يعني حقيقة، شكرا للجميع. شكرا جزيلا لك زياد الورفلي، ونحمد الله على سلامتك مرة أخرى، كنت معنا من طرابلس.